لا ضرر إطلاقا أن يخيب الرئيس السوري بشار الأسد ظني، فقد خيب من قبل ويخيب ما يزال ظن شعبه وظن الإنسانية بأسرها، لأنه السبب فيما يرى الكثيرون من المنصفين، السبب في مذبحة أراقت دماء 100,000 حتى الآن وشردت الملايين من السوريين. خيب ظني لأنني كنت أتصور أنه سيتشبث أيما تشبث بالفرصة التي منحت له حينما اتفق ممثلا العملاقين الأمريكي والروسي على أن يجلسوا الجميع من الأطياف السورية المختلفة على مائدة التفاوض، وكأنهم يستطيعون هكذا بعصا ساحر أن يحلوا هذه الأزمة المستفحلة، أن يخططوا للمشهد الأخير من المأساة هناك في واشنطن وهناك في موسكو. أنا ظننت أن الرئيس السوري سيتشبث بطوق النجاة هذا الذي ألقاه له الروس والأمريكان، ظننت أنه سيعلن تأييده للجلوس على طاولة المفاوضات. لماذا؟ لأنه هذا إن كانت لديه أي حنكة سياسية من أي نوع، يعرف أن الثوار سيرفضون الجلوس إلى مائدة مفاوضات فيها بشار الأسد أو من يمثل بشار الأسد، وهكذا يكسب موقفا واضحا أمام الرأي العام العالمي. أنا سأتفاوض، لكن الثوار، وطبعا هو يسميهم الإرهابيون، يرفضون التفاوض معي. خيب بشار الأسد ظني وقال إنه يعني أنا لن أورط نفسي، قال لصحيفة أرجنتينية مؤخرا، أنا لن أورط نفسي في جلسة التفاوض، أنا عارف إنها لن تنجح، كيف يمكنني وأنا الرئيس الشرعي المنتخب بين قوسين كده من قبل الشعب السوري، كيف يمكنني أن أجلس إلى مائدة تفاوض فيها إرهابيون؟ أنا لا أفهم حسابات النظام السوري، لا أفهم حسابات بشار الأسد، لكن لدينا من لندن الأستاذ بسام جعارة الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في أوروبا، الذي يمكنه أن يدخلنا على الأقل إلى أعتاب الطريقة التي يفكر بها النظام في سوريا. لماذا رفضوا يا أستاذ بسام، لماذا رفض بشار أمرا كان من الممكن أن يجعله يبدو وكأنه صانع سلام أمام الرأي العام العالمي؟ اسمح لي حييك أولا. أهلا بك يا سيدي. أهلا بك. يعني نحن نعرف بشار تماما، نتكلم الآن عن شخصية انتحارية، رجل لا أريد أن أنبش في الماضي، ولكن من يعرف ما الذي جرى في لندن قبل أن يصبح رئيسا يعرف ما أين تكمن المشكلة. لا أريد أن أتحدث بشكل سلبي شخصيا عن هذا الرجل، ولكن سأقول ما أقوله. يعني أنت تتكلم عن شخص قتل أكثر من 200,000 سوري ودمر 1,200,000 منزل، وهناك 100,000 جرحى الآن. كيف يمكن لهذا الشخص الآن ومعه روسيا وإيران وحزب الله وعراق المالكي ومعه أيضا إسرائيل، رئيس الموساد السابق كتب منذ أيام قال عن بشار رجل إسرائيل في دمشق، واليوم وأمس وأول أمس وفي كل يوم تقول إسرائيل بأن بشار ضمانة لأن الإرهابيين قادمون، وقالوا أن الجبهة ستسخن، معنى أوضح هناك فيتو إسرائيلي أهم من الفيتو الأمريكي وأهم من الفيتو الروسي والصيني. لن أضيف أيضا معلومة جديدة لأقول بأن أمريكا ليست فقط لم تفد وعودا للشعب السوري، بل أؤكد لك وأنا أعرف تماما ما الذي يجري على الأرض، وقبل دقائق كنت في محادثة مع الداخل، أمريكا تمنع وصول السلاح لأهل القصير الآن. أمريكا منعت الأشقاء العرب من إمدادنا بالسلاح. كنا نتحدث عن سلاح أمريكي، عن دعم أمريكي، وأنا منذ عام وأكثر أقول أن الإدارة الأمريكية عدو للشعب السوري. ليس عندي أي وهم تجاه دور الإدارة الأمريكية، هم يلعبون بالاتجاه المعاكس، بمعنى روسيا تدعم بشكل مباشر وأمريكا
تلعب من تحت الطاولة تمنع وصول دعم للشعب السوري. في ظل هذه الصورة لماذا سيذهب بشار إلى المفاوضات؟ يذهب إلى المفاوضات عندما يعرف أن المجتمع الدولي اتخذ قرارا بإسقاط طاغية، ولكن هو يعرف قضية الألعاب التي تجري، يعرف كل شيء، ولذلك لا يستطيع. إذا تنحى بشار سيقتل من قبل الشبيحة، وإذا لم يتنحى سيطاله الشعب السوري. لكن إذا ما تراجعنا خطوة إلى الوراء يا أستاذ بسام، أطياف الثورة السورية هل هم يقبلون ولو على مضض يا أخي أن هم يجلسوا إلى مائدة التفاوض فيها من يمثل بشار الأسد؟ أؤكد لك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجلس مع أي شخص يمثل بشار الأسد. أنا دعني أقول روسيا لماذا يريدون جنيف الآن؟ روسيا تريد تقطيع الوقت حتى حزيران 2014 موعد انتخابات رئاسية، وأمريكا تريد جنيف 2 لكي لا تلتزم بأي عمل بعد حديث أوباما عن الخطوط الحمر. تجاوز النظام كل أنواع الخطوط. أنا أقول لك إذا افترضنا بشار جاء وفوض، هل سيفوض ناس بجلب رأسه؟ هذا الرجل كما قلت قتل أكثر من 200 ألف سوري. الحقيقة يا أستاذ بسام أنا أسمع منك هذا الرقم يا أستاذ بسام، لن يقبل الشعب السوري أبدا. هذا بالنسبة للشعب السوري مطلوب محاكمته لمجرم حرب. طيب أنا أسمع منك يا سيدي رقم 200 ألف. الأمم المتحدة أعلنت أن أعداد الضحايا في سوريا وصلت إلى 80 ألفا، هذا قبل يومين. الآن أنت تتحدث عن 200 ألف يا أستاذ بسام. الآن وأنا أتكلم معي صديق بستلم قضية توثيق أعداد الشهداء معي حاليا موجود جنبي. نعم. اللي عندي 55 ألف شهيد ما بعرف اسمهم حتى أوضح الصورة أكثر. عندما يسقط شهيد حمص في حماة أو في إدلب لا يحسب، يجب أن يذكر اسم الشهيد واسم أبو الشهيد وأن يوثق بالصورة لكي يذكر ضمن الأرقام. هؤلاء الذين تم ذكرهم تجاوز عددهم 82 ألف. أؤكد لك وأقسم بالله أتمنى أن لا يكون عدد الشهداء 5000، ولكن أؤكد لك الرقم يتجاوز 200 ألف. طيب أستاذ بسام، يعني يا سيدي عزائي لك ولكل أهلنا في سوريا، والله قلبي يتمزق يا أخي، لكن قل لي، بشار قال لن أستقيل لن أتفاوض تقريبا، يعني لن أتفاوض، الثوار في سوريا لن يجلسوا إلى مائدة التفاوض فيها بشار أو من يمثله، إذن لا حل إلا استمرار نزيف الدم حتى القطرة الأخيرة يا أستاذ بسام. هذا أمر مرعب يا سيدي. هذا أمر لم يختاره الشعب السوري، نحن اخترنا التظاهر السلمي، وكنا نقول سلمية سلمية، وكنا نحمل أغصان الزيتون، وبقينا لأشهر طويلة. هذا الموقف الدولي السيء الرديء هو الذي حول كل شيء إلى دماء. هذا النظام بدأ بقتل الناس منذ اليوم الأول، أطلق النار على المظاهرات السلمية وبقينا نقول سلمية، ولكن عندما تجاوز الأمر كل الحدود بدأوا يخطفون البنات من البيوت، بدأوا يخطفون الشباب، لم يعد يعني ما عاد ممكن نستمر سلمية. يعني من حق الناس أن تدافع عن حياتها عن شرفها عن كرامتها، وعندما طلبنا من المجتمع الدولي أن يتدخل لم نطلب ذلك لأننا نعشق النيتو، بل لأننا كنا لا نريد عسكرة الثورة. نعرف ما معنى أن نحمل السلاح في الشارع، نعرف ما معنى أن يسقط شهداء. نحن نتحدث عن وطن، عن شعب، يعني دمر بشار 1.2 مليون بيت، ولكن الأهم من هذا هو دمر نسيج المجتمع السوري، وهذا هو الأخطر الآن. بشار أنا يا سيدي عندي سؤال كبير. خطف الجميع، خطف الطوائف، وأراد أن يعني أراد أن يذبح الشعب السوري مجتمعا. وكالة الأنباء الروسية يا أستاذ بسام، مشاكل، يعني لما اسمعني بس كلمة، الكيماوي ليس فقط لقتل الناس. نعم. الكيماوي لإقناع العالم بأن هناك طوائف لم يعد بالإمكان التعايش فيما بينها بعد استخدام الكيماوي. صحيح أستاذ بسام. يعني أنت عارف وسط الآلام الهائلة هذه تبدو أي أسئلة متفاصحة من مذيع زي حالاتي كده تبدو خارج السياق، لكن خليني أواصل مهنتي وأسألك السؤال الأخير. بان كي مون زار وكالة الأنباء الروسية نوفوستي وتحدث
عن توقعاته بعقد مؤتمر للتسوية السلمية للأزمة السورية في بداية حزيران. هذا الكلام له وجاهته في رأيك؟ الرجل له اتصالاته ويعرف أكثر منا، ولا رمي من غير رام من الأمين العام؟ لا لا تماما، هو يعرف تماما، بس أعطيك الموعد. الموعد في 11 من حزيران، هكذا هو مخطط، هكذا المخطط الآن، وعندي هذا التاريخ منذ أسبوع. ونعلم تماما طبيعة الوفود التي شكلت للمشاركة، ولكن أقول لك بكل وضوح، كانت هناك تتحدث عن حكومة كاملة الصلاحيات، ثم تراجع الروس وقالوا بأن الحكومة لن يكون فيها لا وزير دفاع ولا وزير داخلية، وموضوع الأسد سوف يؤشر. كانوا يقولون كيف يمكن يعني استبعاد الأسد وهو سيوقع على تشكيل الوفد المفاوض. أنا أقول يعني هل من الممكن أن يوقع بشار على رغبته؟ هل يمكن أن يوقع أن يفوض وفد بجلب رأسي؟ هذا الأمر لن يكون. والروس عندما يقولون يستبعدون وزارة الداخلية وزارة الدفاع، هذا يعني أن الشعب السوري سيبقى تحت رحمة المخابرات والجيش الطائفي الذي قتل الناس. هل من الممكن بعد كل ما جرى في سوريا أن يتناول حديث مجموعة وزارات خدمية مثلا؟ ما تقوله أستاذ بسام أنه القتال ضحى الشعب السوري، القتال حتى الموت يا أستاذ بسام في سوريا؟ إذن هذا ما تقوله أنت، تقول إن القتال حتى الموت، حتى الموت ليس برغبة الشعب السوري أو الجيش حر. هذا ما تعمل له روسيا، وهذا ما يفعله النظام الآن. نحن نتمنى الآن في هذه اللحظة نقبل بشروط على طاولة التفاوض لتحقيق انتقال سلمي للسلطة، ولكن الروس لا يريدون، والإسرائيليون لا يريدون، وبشار لا يريد، وأمريكا تتواطى مع الجميع. يعني هناك توافق على التواطؤ بين روسيا وبين أمريكا، واللعب على المكشوف. أنا أؤكد لك، قدمنا أدلة قاطعة، والله قاطعة، هذا كلام ليس كلام بسام جعارة. على الأقل المخابر البريطانية أكدت استخدام الكيماوي منذ أسبوع، قدمنا 12 أيام، قدمنا عينات من سراقب، وجاءت النتائج تقول بأن النظام استخدم غاز السارين، أمس ضرب بالكيماوي، والأمريكان يعرفون. نتنياهو أخذ معه إلى موسكو عينات من تؤكد بأن النظام استخدم الكيماوي لكي ليس حبا بالشعب السوري، بل لكي يفاوض الروس. يا أستاذ بسام، الجميع يعلم أن النظام استخدم الكيماوي. أنا أقول دعك من الكيماوي، يعني سكوت، صاروخ سكوت نسبة الخطأ فيه 500 متر، هل يمكن ضرب عصابة مسلحة من بعد 400 كيلو متر بسكوت نسبة الخطأ 500 متر؟ هذا السكوت يستهدف المدنيين. كان العالم يقول بأن على النظام أن لا يستخدم الطائرات المشنحة، أي الهليكوبتر فقط، واستخدم النظام المشنح والصواريخ والقنابل الفراغية والمسمارية. والآن على مسمع ومرأة العالم كله، 2000 جندي في القصير مرتزق من حزب الله يقتلون أهل القصير اللي استهدفوهم في عام 2006، 70,000 مرتزق يقاتل مع النظام، أتوا من البحرين، من لبنان، من العراق، من أفغانستان، من كل مكان. لماذا لم نسمع كلمة اعتراض واحدة من أمريكا ومن إسرائيل على دخول حزب الله إلى سوريا؟ ما يفهم الشعب السوري، هم فقط يرون جبهة النصرة. كل أعضاء جبهة النصرة لا يشكلون 1/10 من جماعة حزب الله. وأنا أريد أن أسأل، هل حزب الله حزب علماني؟ يعني يقولون عن جبهة النصريين إسلاميين متشددين، وأنا لا أمكن ذلك، ولكن هل الذين أتوا من العراق ومن كل مكان، من لبنان، حزب الله، هل هؤلاء من العلمانيين؟ أستاذ بسام يا سيدي، وأنت تفصل تفاصيل المأساة، توضحها، تجسمها كذا أمام عيوننا، يبدو من الإجرام أن أقاطعك، لكن المهنة يا أستاذ بسام، أعملي. أنا آسف جدا، أنا آسف لأهلنا في سوريا، والله آسف ليك. شكرا لبسام جعارة الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في أوروبا. الموضوع التالي موضوع يبدو خفيفا جدا قياسا إلى مأساة 200,000 قتيل في سوريا. سبب آخر لانقسام الشارع السياسي المصري، وربما المجتمع المصري أيضا، مشروع لقانون لضبط عمل الجمعيات الأهلية في مصر.
تراه المعارضة المصرية أنه أسوأ بكثير من كل أحلام محمد حسني مبارك ورجال محمد حسني مبارك في سنواته الأخيرة، أنه لم يجرؤ حتى مبارك على أن يطرح مشروعا من هذا النوع، فيه تضييق على عمل الجمعيات الأهلية، فيه مراقبة حكومية مراقبة مدققة في تمويل هذه الجمعيات، لكن الإسلاميون يقولون إنه في ميزات كمان، منه أن تؤسس أي جمعية بمحض إخطار الحكومة، مش محتاجة حتى موافقة من الحكومة. إن كان ذلك كذلك، لماذا يرفض المعارضون هذا المشروع هذا الرفض الصارم، ويرفضون حتى أن يدخلوا في تفاوض على بنوده؟ الآن ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أسعد مساء يا أستاذ حافظ، لكن قبل أن أدخل بك يا سيدي في موضوع هذا المشروع ولماذا ترفضونه كل هذا الرفض، قبل أن نشاهد حتى التقرير، أنت إيه رأيك في البلوى المسيحة بتاعت سوريا دي يا أستاذ حافظ؟ تتحل إزاي؟ والله طبعا الوضع في سوريا للاسف، يعني نتحدث عن مجازر وعن قتلى كل يوم. انا بصراحه مع وقف القتال تماما والبدء في مفاوضات يعني للحوار حول الحل السلمي. انا بصراحه يعني كفرت باستخدام السلاح، لانه الضحايا هم سوريون وقتلى سوريون ومصابين، يعني عشان نعالج اثار هذه الحرب الداميه سواء من المصابين او البنيه التحتيه او الشعب السوري حتى يستطيع انه يجد ما يعني في دولته. انا اعتقد هياخد بتاع من 10 ل 20 سنه حتى اذا الامور توقفت الان استمرت. فنحن نتحدث عن دولة انتهت تماما وأمامها سنوات لكي تقوم مرة أخرى إن لم يكن تقسيم المنطقة. لكن المصيبة يا أستاذ حافظ أنه الشعب السوري والمعارضة التي يعني تقود العمل السياسي ضد النظام السوري يقولون لو أننا تفاوضنا الآن يبقى لماذا دفعنا كل هذا الثمن الباهظ؟ لانه كان الطريق خطا من البدايه، الاصرار على تسليح المعارضه والاصرار على الدخول في حرب اهليه والاصرار على القتال باعتباره ان هو الطريق جعل المعارضه وجعل القوى الثوريه لعوبه في يد القوى الكبرى. ما يدير الموضوع الان في سوريا ليس الثوار والنظام، ما يدير الموضوع الان هو الكتله الشرقيه والكتله الغربيه. رجعنا مره ثانيه الاتحاد السوفيتي من جانب روسيا ثم المجتمع الغربي من في جانب اخر. يعني الامور يعني وضع سوريا لن يحل الا بين الكريملين والبيت الابيض، وبالتالي يعني لا تلوم الا نفسك اذا كنت بقى مصر تخش في حرب مجنونه ودخل كل الاطراف. الان الذي يقاتل في سوريا من الجانب بصراحه جنسيات من كل دول، نحن امام حرب ارهاب وحرب ودخل الارهاب ودخلت بجو يعني ليست قوى المعارضة وقوى النظام فقط، نحن أمام أن الساحة مفتوحة أمام كل من يريد أن يكون موجود له موطن قدم موجود. فأنا أعتقد الآن أفضل بكثير من الاستمرار. أستاذ حافظ ابقى معنا أرجوك، سنشاهد تقريرا موجزا عن الحالة الثانية دي في مصر، حالة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ثم نعود إليك. أضاف مشروع قانون عمل الجمعيات الأهلية الجديد إلى حالة الجدل والانقسام السائدة في الشارع السياسي المصري. فالقانون ينص على وجوب خضوع المنظمات غير الحكومية للإشراف الحكومي والحصول على إذن رسمي قبل تلقي تمويلات من الخارج. ورغم اعتبار البعض مشروع القانون خطوة جديدة نحو تقنين عمل الجمعيات الأهلية لترتدي غطاء شرعيا يسمح لها بممارسة مهامها في الإطار الذي حدده الدستور الجديد، إلا أن معارضيه يرون أنه يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلي في مصر، وأنه امتداد للقوانين التي كانت سارية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 من يناير ومع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات. مجلس الشورى حاول أن يحسم هذا الجدل القائم، فدعا جمعيات أهلية وقوى سياسية لحضور جلسة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، إلا أن الفكرة قوبلت بالرفض مع إصرار المعارضين على تأجيل نظر القانون لحين انتخاب مجلس الشعب. أستاذ حافظ، أنت دعوت إلى تفاوض عاجل في سوريا، لكن
المعارضة المصرية ترفض التفاوض حتى على هذا الشأن في مصر، التفاوض مع الإخوان أو إجراء حوار مع مجلس الشورى المصري وتوضيح المواقف. ألا ترى أنه هذا تناقض يا أستاذ حافظ؟ احنا رحنا مجلس الشورى وتفاوضنا وارسلنا مذكرات بالرأي وحضرنا جلسات استماع وأيضا مع وزارة الشؤون الاجتماعية مع المستشار محمد الدمرداش وتناقشنا في المبادئ. وبقى في موقفين، في موقف المجتمع المدني متبني رؤية تحريرية للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تقوم على فكرة اختار الدولة بكل أنشطتها وتمويلها وتسجيلها ويبقى الاختيار هو المعيار الرئيسي للعمل لهذه المنظمات وحرية الإرادة لهذه المنظمات. ثم الموقف الآخر الحكومة عايزة تسيطر وتهيمن على هذه المنظمات. يمكن الملاحظة اللي حضرتك أشرت إليها في المقدمة أنه لم يجرؤ مبارك على أنه يقوم بمثل هذه التعديلات هي أنك بتعمل لجنة تنسيقية فيها الأجهزة الأمنية مباشرة، المخابرات العامة والأمن القومي وأمن الدولة والأمن الوطني بالإضافة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية. هي دي اللي هتعمل إيه بقى؟ دي اللي هتوافق وتعترض على كل المشاريع اللي تقدمها الجمعيات. وده أمر فيه مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة عملية، أنت تتحدث عن 43,000 جمعية الآن بينما المتوقع زيادة. كيف لهذه اللجنة أن تجتمع وأن توافق لمشروعات لأربعين ألف جمعية في السنة، هم منهم خمس وزراء أعضاء في هذه اللجنة؟ شوفوا شغل وزارتهم ولا هيجتمعوا عشان يعملوا ده؟ ده واحد. اثنين، ده معناه أنه هو هيوافق على الجمعيات لجمعيات الإخوان المسلمين على كل ما تريد، ثم هيرفض لكل المنظمات الأخرى سواء لتنتقد أو تراقب أو تتحدث عن تعذيب. ألا تتصور يا أستاذ حافظ أنه هذا الكلام فيه يعني توجس مسبق، فيه إحساس كده يعني إحساس بأنه الآخر نيته سيئة وأنه هذا لا يؤدي إلى حالة سياسية صحية؟ إحنا جربنا ده، إحنا بقالنا سنة دلوقتي لا يوافق لأي مشروع لمنظمات حقوق الإنسان، بينما جمعيات الإخوان المسلمين وجمعياتهم شغالة ومشروعات من كل الجهات وما فيش أي اعتراض ولا رفض لأي مشروع، بينما المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات التابعة للمجتمع المدني يتم عدم الرد عليها والرفض المشروع. إذا نحن نتحدث عن تجربة عملية، وبالتالي هو إحنا بعد الثورة عندما طلبنا بالحرية زي تشكيل الأحزاب كان النظام السابق يقول لك والأحزاب والإخوان دلوقتي فتحنا الباب للأحزاب. أقصى عدد وصلنا له دلوقتي كام؟ 60 حزب. إيه بقى يعني كانوا مخوفين من الناس من إيه والسيطرة على الأحزاب ولجنة شؤون الأحزاب؟ إحنا اللي عايزين لجنة شبيهة بلجنة شؤون الأحزاب، ولا عايزين لجنة تنسيقية، ولا عايزين إشراف بهذا الشكل. إحنا نخطر الوزارة بما نريد من مشروعات ومن تمويل ومن تشكيل، ثم لو الوزارة عندها مشكلة نروح للمحكمة. أستاذ حافظ، هناك من يتحدث عن أنه لو أن الإسلام السياسي في مصر، لو أنه الإخوان يعني قالوا لكم السلام عليكم هتقولوا مش قابلين السلام عليكم. لا والله، لأنه دي طالعة منهم. يا أستاذ حافظ، هناك ميزات. إحنا مشكلتنا أقول سعادتك عن كل تعهداتهم. يعني مثلا ميزات كالتأسيس بمجرد الإخطار مثلا، أليست هذه ميزة؟ أنا أولا هذا لم يحصل. يعني اللي حصل أنه في القانون نفسه لا يعطي الشخصية المعنوية للجمعية إلا بعد إعطاء شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وهنا هتبقى دي المشكلة، الشهادة دي مش هيديها لك، هتروح المحكمة. احنا كان قبل كده يقول لك انت لو حصلت على ايصال تسليم الاوراق هتبقى الجمعية مسجلة. ده كان موجود في القانون الاخر، قانون لحسني مبارك. ومع ذلك هناك العشرات من الجمعيات التي لم تسلم اليها الايصالات وذهبت للمحكمة وقضت سنوات في المحاكم. فاذا نفس القصة، اذا لم يعطيني شهادة اقدمها للبنك واقدمها للغير واخد بها عقد ايجار واشتري بها مقر، إذا ما ادانيش شهادة أنا ما عنديش شخصية معنوية. صحيح. يبقى هو دخل الموضوع بالترخيص وخلى المشروعات بالترخيص. نحن نتحدث عن حرية المجتمع المدني وعايزين المعايير الدولية الموجودة. طيب. في الدولة. سؤال أخير يا أستاذ حافظ. أنا عايز قانون جمعيات بتاع ليبيا، عايزين قانون جمعيات بتاع تونس. والله دي حاجة مؤلمة جدا. دي حاجة مؤلمة إنه مصر تطالب بقانون الجمعيات بتاع ليبيا ولا بتاع تونس. أنا بنعمل إيه؟ هم الأكثر تحرر مننا. أنا يعني ده لا يحمل أي إهانة للأشقاء لا في ليبيا ولا في تونس، لكن المفروض إن مصر عندها جمعيات أهلية من 100 سنة يا أستاذ حافظ. يعني صحيح. عندها صحيح. لابد صحيح. أن تكون قد راكمت ثقافة حاكمة لهذه الجمعيات من 100 سنة من قرن. صحيح. أستاذ حافظ، سؤال أخير يا سيدي، ألا تخشى أنت شخصيا كوطني مصري مرموق،
ألا تخشى أنه لو تم التساهل في موضوع التمويل من الخارج ده، أنه مثلا أعدائنا يمولوا منظمات في مصر؟ ما هو ممكن، ما احنا مخترقين يا أستاذ حافظ. بس أنا في النقطة دي أنا هقول لحضرتك إيه الإجراءات اللي احنا بنقول ضد القانون. واحد، أنه تخطر الجمعية فورا أي تعاقد تعمله، تخطر بيه الجهة الإدارية اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية. اثنين، فبالتالي معرفة مين الجهة دي وحجم المال إيه وأي مشروع إيه، وبالتالي تستطيع الجهة الإدارية فورا تروح رايحة للمحكمة في طلب مستعجل توقف هذا التمويل. النقطة الثانية، أن الجمعية نفسها يبقى عندها نظام محاسبي معلن وفي مراجعة حسابات ويقدم ميزانية في نهاية السنة كيف تم استخدام الأموال. يبقى أنا عندي رقاب على المصدر من خلال إختيار الجهة الإدارية، ولكن ما بديش الجهة الإدارية فكرة التمييز بقى، يتدي الجمعيات موافقة وجمعيات لا. إنما الأمن القومي المصري يجب أن يكون محمي، نعم أتفق معك، لكن طريقة حمايته إزاي؟ زي الأمريكان والأوروبيين والليبيين والتونسيين يعلنوا الحكومة المصرية بكل ما لديهم من أموال. طيب أنا وقت انتهى يا أستاذ حافظ، أجبني بنعم أو لا، يعني إجابة مختصرة جدا. أنتوا قلتوا مش هنتفاوض، خلاص إحنا قلنا رأينا، يمر هذا القانون رغم أنوف المعترضين؟ يعني أتمنى أن الرئيس بعد اجتماعه بالقوى السياسية وبعض رؤساء الأحزاب والاتحاد العام للجمعيات أن يبقى كما وعد أن يتم أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار. نتمنى انه الـ يعني الاخوان على الاقل يلتزموا بما اعلن قبل الثوره واثناء الثوره من التزام بمطالب القوى الوطنيه من تحرير الاحزاب والجمعيات الاهليه. انا شاكر جدا لسعاده حافظ ابو سعده رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان الذي شرفنا عبر الهاتف من القاهره. بعد قليل مشاهدي الكرام سنذهب بكم الى قضيه عربيه جديده تثير قلقنا البالغ، ليس نحن فقط لكن قلق منظمة الصحة العالمية أيضا. فيروس شرير اسمه التاجي كورونا، لا يوجد له حتى الآن علاج مناسب، لقاح يمكن أن يكف شره، ومش عارف ليه كده مستوطن عندنا في جزيرة العرب، عجبه الجو وقاعد عندنا. ما الذي يفعله السعوديون لمواجهة هذا الفيروس الشرير؟ هنعرف بعد. الأسهم الكويتية برعاية بنك الكويت الوطني. أنا رولا الطرامي. أنا مراد بعلم الله. أنا نهى علي. لعبة لا تنتهي، يطارد فيها الأحمر الأخضر، قوانينها صارمة ولا عزاء فيها لمن لا يعرف. المتابعة الذكية على شاشة CNBC عربية. لأن يديك تصنعان حاضرك ومستقبلك، تجتهدان، تعملان، تعطيان، تتاجران، ترتبطان، تحميان، تزرعان وتجنيان. ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. دين ودينار على شاشة CNBC عربية. بعد السارس وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، يطل فيروس نادر وقاتل برأسه على العالم
مربكا منظمة الصحة العالمية إنه فيروس كورونا الذي اكتشف في السعودية مؤخرا. كورونا هو فيروس يسبب للمريض أعراضا شبيهة بالإنفلونزا، ولكنه يؤدي إلى فشل رئوي وصعوبة في التنفس ومن ثم الموت، وهو ما أخذ يخيف الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية. في خوف في الناس، الناس يعني مجرد ما يجي أحد يجيه زكمة مثلا أو تجيه إنفلونزا خفيفة ممكن يخاف أو يتروع أنه هذا والله نفس المرض. فلا بد من تفعيل الدور الرسمي للوزارة بتنبيه الناس، توعيتهم، إعطائهم منشورات رسمية موثقة، إيش الأعراض، إيش العمل اللازم، كيف الاحتراز، وأصلا يعني ما هي الخطوات اللي ممكن الناس يتخذونها بحيث أنه لا يصابون بهذا المرض ولا تنتقل العدوى لهم. الآن كل المعلومات الموجودة صراحة غير دقيقة والناس ما استفادت منها. اكتشف فيروس كورونا في السعودية منذ أيلول سبتمبر 2012، ورغم ذلك لم يتجاوز عدد الإصابات 40 حالة، توفي منها 15 حالة، وهو ما يجعل البعض لا يبالي بهذا المرض. أنا ما شفت ناس متخوفين لهالدرجة يعني اللي تقول عليها، وحتى الوفيات اللي صارت يعني عمي في الحوادث السيارات وكذا تصير أكثر من هالوفيات، فأنت انتبه نفسك والله الله الحافظ. اسمع أنه هو مرض قاتل يعني، والعدوى منه سريعة عن طريق السعال والعطس والتلامس بالأيدي وكذا، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون في علاج قريب طالما اكتشفوه قريب إن شاء الله. نسمع أنه هو مرض خطير يعني زي السارس اللي كان منتشر في شرق آسيا. ويرى البعض بضرورة اتباع إجراءات حازمة في المستشفيات الحكومية والخاصة من أجل الحد من انتشار هذا المرض القاتل. تحديات كبيرة أمام وزارة الصحة السعودية من أجل القضاء على فيروس الكورونا، هذا الفيروس الذي أشاع الخوف لدى الكثيرين، رغم أن البعض يرى بأن التخوف منه أصبح مبالغ فيه في ظل وجود حالات إصابة لا تتعدى العشرات منذ نحو 9 أشهر. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. أمامنا نحن العرب وتحديدا في المملكة العربية السعودية مأزقان اثنان. المأزق الأول هو هذه الذهنية، الله يستر الله يستر واذكر الله وتوكل على الله وربنا يحلها. هذا الكلام قرأت تعليقا على مقال كتبه الأستاذ علي سعد الموسى في الوطن أونلاين بعنوان كورونا من هو المتسبب، يحذر فيه شديد التحذير من تفشي وبائي ربنا يستر. بيقول أن الطبيعة التي أنهكها الإنسان أيما إنهاك ترد عليه بهذه الفيروسات الشنيعة، يمكن عشان تقلل عدد البشر ربنا يستر. اللي حصل أنه معظم تعليقات القراء تحت هذا المقال، عشرات التعليقات كلها، يا أخي ارمي حمولك على ربنا، ربنا يحمينا إن شاء الله، احنا أرض الحرمين، ربنا يحمينا بإذن الله. هذا هو المأزق الأول، التواكل. المأزق الثاني أنه هذا الفيروس أصيب بعدواه بعض من العاملين في المجال الصحي في المملكة العربية السعودية وربما في الأردن أيضا، وهذا له عواقبه الوخيمة. سيحاول هؤلاء ألا يخالطوا المرضى بعد الآن، وقد يؤثر ذلك على طبيعة الرعاية التي تقدم لأي شخص مشتبه أنه عنده هذا الفيروس الشرير. كيف يواجه السعوديون هذين المأزقين؟ دعونا نسأل سعادة البروفيسور طارق مدني، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز. أسعدت مساء يا دكتور، هل تشاركني أن هذين مأزقين مؤلمين يواجهان مواجهة التصدي لهذا الفيروس في المملكة العربية السعودية؟ ثقافة التواكل وإصابة العاملين في المجال الصحي بالعدوى مما قد يجعلهم يحجمون عن تقديم الرعاية للمرضى؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، أتفق معك أنه لا بد أن يكون هناك توازن ما بين الحقيقة والمحتمل، فلا بد ألا نبالغ، وفي نفس الوقت لا بد ألا يعني نستسهل الموضوع السهولة المفرطة. هناك يعني حالات محدودة، وحتى الآن لا تشكل يعني تخوف كبير، لأن ليست بدرجة انتشار مرض السارس على سبيل المثال الذي انتشر سنة 2003، لكن في نفس الوقت هناك بوادر لانتقال هذا الفيروس من شخص إلى آخر، وكما تفضلت انتقل أيضا إلى
العاملين الصحيين سواء من تمريض، من طاقم تمريض أو من أطباء الذين كانوا يعني يعالجون ويعطون الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى. وبالتالي هناك بالفعل تخوف من أن لا سمح الله انتشر هذا الفيروس، ولكن لابد أن نضعه في حجمه يعني الطبيعي. يا دكتور ونعمة بالله طبعا، لكن حكاية ربنا هيستر وارمي حمولك على ربنا أمور تقول إلى التواكل لا إلى التوكل في رأيك، وانت رجل علم يا دكتور طارق. نعم، الله عز وجل طبعا هو الذي يقدر الأقدار، وهو خالق هذا الفيروس وخالقنا ويشفينا، ولا بد أن نتوكل على الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت لا بد أن نأخذ بالأسباب. فالله عز وجل لا يأمرنا بالتواكل كما تفضلت، وإنما لا بد أن نأخذ بالأسباب. طيب، المملكة أخذت بالأسباب بأي طريق يا دكتور؟ أنا عارف أنه هناك وفد من منظمة الصحة العالمية يقدم المشورة في المملكة، هل هذا صحيح أولا؟ أنا طبعا حقيقة لست مطلعا على ما يجري في وزارة الصحة، لأني من جامعة الملك عبد العزيز. نعم. ولكن كما سمعنا من معالي وزير الصحة أن هناك بالفعل وفد من منظمة الصحة العالمية يعملون مع وزارة الصحة لمعرفة مصدر هذا الفيروس وكيفية انتقاله، خاصة في منطقة الأحساء التي ظهر فيها حتى الآن، شخص فيها 21 حالة، توفي منهم تقريبا 9 حالات، وكانت كثير من هذه الحالات من عائلة واحدة. وكان هناك حالتين من العاملين الصحيين الذين يعني كانوا يعالجون هذه الحالات. فلذلك يعني منظمة الصحة العالمية اهتمت اهتمام شديد، لأن هذا يعتبر أكبر عدد من حالات يحدث في منطقة واحدة متعلقة بمستشفى واحد في منطقة الإحساء. لماذا يبدو هذا الفيروس يا دكتور مباغتا ومخيفا هكذا بالنسبة للعاملين في المجال الصحي، رغم أنه سعادتك قلت لي ونحن عبر الهاتف قبل الهواء أنه هذا فيروس معروف أصله منذ الستينيات يا دكتور؟ نعم، حقيقة في أواسط الستينيات اكتشف فيروس الكورونا الذي يصيب الإنسان، واكتشف منه سلالتان. هاتان السلالتان كانت تسبب فقط الزكام البسيط المعروف بالبرد، وكان يعني محدود ويشفى المريض بدون أي مضاعفات. وأيضا يمكن أن تسبب هاتان السلالتان يمكن تسبب الإسهال، ولكن أيضا مرض بسيط ومحدود، إلى أن اكتشف سلالة خطيرة من هذا الفيروس تحورت من السلالة الأصلية وسميت بفيروس سارز الكورونا. نعم. وهذه كانت في سنة 2003 وانتشرت انتشارا كبيرا، أصيب فيها تقريبا 8000 شخص، توفي منهم تقريبا 11% 10-11% أي 800 شخص. وكان هذه أول مرة يعني يكون هذا الفيروس بهذه الضراوة الشديدة. وطبعا الإجراءات عملت في ذاك الوقت لمعرفة من أين أتى هذا الفيروس، ويتوقع أن كان مصدره الخفافيش، ثم انتقل من الخفافيش إلى الإنسان عن طريق القطط، ولكن هذا كان بالنسبة للسارس. بعده اكتشفت سلالتان أخرتان، ولكن كانت أيضا بسيطة في سنة 2004 و2005، إلى أن ظهر هذه السلالة الجديدة لمريض كان من منطقة بيشة وجاء إلى جدة في يونيو 13 يونيو سنة 2012، وتم عزل هذا الفيروس منه، وتبين بعد التدقيق والمراجعة واستشارة منظمة الصحة العالمية أنه بالفعل سلالة جديدة وطفرة جديدة من فيروس الكورونا الضعيف، ولكن هذه الطفرة أكسبت هذا الفيروس ضراوة شديدة إلى درجة أن نسبة الوفيات وصلت الآن إلى 50%، نصف الحالات تقريبا توفوا من جراء إصابتهم بهذا المرض. لا يوجد أي شيء بين يديك من علوم الفيروسات يا دكتور طارق يفسر لنا لماذا تطفر هذه الفيروسات؟ طبعا هناك عوامل كثيرة، أغلبها لا حقيقة لا نستطيع تحديدها بالضبط، ولكن كثرة السفر
وسهولة السفر بين الدول يعني أصبحت يعني تؤدي إلى سرعة انتقال الفيروسات. مثلا فيروس يمكن أن يظهر في الصين خلال ساعات يمكن أن ينتقل في نفس الوقت إلى السعودية أو إلى الولايات المتحدة. سؤال اعتراضي بروفيسور طارق، هو ممكن تركيبة جينية معينة مثلا الصينيون تكون لديهم مناعة أكبر من تركيبة جينية أخرى كالعرب، وأنه الفيروس قد لا يسبب وفيات في الصين لكنه يكون مدمرا في جزيرة العرب؟ لا أتوقع أن هذه يعني الفرضية صحيحة. لأن الفيروس حتى الآن يقتل 50% سواء من الأشخاص الذين شخصوا في المملكة العربية السعودية أو في الأشخاص الذين شخصوا في بريطانيا على سبيل المثال، أو في الأردن أو في غيرها من الدول التي سجلت حالات. فلذلك لا أتوقع أن العامل الإثنيسيتي له علاقة العرقي بنسبة الوفيات أو العرقي. نعم. سعادتك قلت لي كمان وكان هذا أليما جدا بالنسبة لي، لا لقاح ولا دواء ولا مضاد حيوي ولا حاجة خالص يا دكتور طارق، إحنا يعني عزل قدام البلوى دي. نعم طبعا نحن لابد أن نستعين بالله عز وجل ونبذل الأسباب لاكتشاف اللقاحات والأدوية، ولكن حتى الآن هذا معروف أن هذا الفيروس ليس له لقاح ولا علاج ناجع، على عكس مثلا فيروس الإنفلونزا. فيروس الإنفلونزا هناك لقاح لكن لابد أن يحدث سنويا، وهناك كذلك دواء مضاد لفيروس الإنفلونزا. أما بالنسبة للكورونا فمنذ أن اكتشف من سنة من أواسط الستينيات وحتى الآن لم يستطع العلماء تطوير لقاح له لعوامل يعني مختلفة. إنه العلم الصيدلاني فائق التقدم لم يعثر حتى الآن على طريقة لمواجهة هذا الفيروس، تكاسل ولا جهل ولا إيه يا دكتور؟ لا، أولا السبب الأول أن الفيروس في الأصل لم يكن فيروسا يعني ذا ضرورة عالية، وبالتالي لم يكن هناك اهتمام بتطوير لقاح له لأنه يصيب الإنسان بزكام بسيط. ولكن بعد اكتشاف السارس، بعد حدوث السارس، هناك أبحاث لتطوير لقاح ضد هذا الفيروس، ولكنها حتى الآن باءت بالفشل، لأن الفيروس يعني له سلالات يعني مختلفة، وكثير منها يصيب الحيوانات أكثر من الإنسان. يعني هناك 6 سلالات في الإنسان، ولكن هناك أضعافها يصيب الحيوانات، ومن الصعب أن تطور لقاحا يمنع هذه السلالات 6، بل على العكس كما يحدث في حمى الضنك. وجد أن عند تطوير لقاح لسلالة معينة قد تؤدي إلى مضاعفات أكثر في حالة تلقي الشخص هذا اللقاح. طب قول لي يا دكتور، أمهاتنا متعهن متعنا بالصحة، يعني يقول لك اشرب حاجة سخنة، كل موالح كده برتقال، واشرب عصير ليمون، وتنفس الهواء النقي، وتدفى بالليل كويس، على أساس أن هم متصورين أن دي صيدلية الوقاية من فيروسات الإنفلونزا من أولها لآخرها، من أول الفيروس العادي لغاية الكورونا اللعينة دي. الكلام ده مفيد فعلا يا دكتور؟ طبعا الاعتناء بالصحة والغذاء المتوازن والراحة، الراحة الجسدية، عدم الإرهاق، عدم الإرهاق النفسي أو الجسدي، والأكل المتوازن، هذا يقوي من مناعة الشخص. وهذا المرض معروف أن نسبة الوفيات فيه مرتفعة في الأشخاص المصابين بأمراض أخرى، مثل مثلا أمراض القلب أو أمراض الجهاز التنفسي أو أمراض الكلى. فلذلك إذا حافظ إنسان على صحته وأكله المتوازن بعدم السهر وعدم الجهاز الجسدي والنفسي، هذا يقوي مناعته بالفعل. أمهاتنا على حق إذن يا دكتور طارق، أنت سعادتك قلت لي كمان أنه بالتأكيد يصيب خصوصا المكتئبين اللي عندهم كآبة. لا، أنا قصدت أن الاكتئاب معروف أن الاكتئاب من الأمراض التي تضعف مناعة الجسم. ولكن لا أقصد أن الاكتئاب يعني هو بالضرورة يعني أحد أسباب. فاهم يا دكتور، بس معنى كده أنه العرب لأنهم أمة مكتئبة بعيد عنك سيكونون نهبا لهذا الفيروس اللعين. دلوقتي يا دكتور، أنا وإنت أمام المشاهدين، والسؤال هو نعمل إيه؟
ما الذي في يد الإنسان العادي لكي يقي نفسه شر هذا اللعين الجديد الكورونا؟ طبعا أولا نصيحتي الأولى أن يحرص الإنسان على أذكار الصباح والمساء التي تحميه بإذن الله عز وجل من أي داء أو مرض أو ضر. الشيء الثاني أن نأخذ بالأسباب العلمية التي يعني نشرتها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية من مثل عدم التعرض المباشر للأشخاص المصابين بالجهاز بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، خاصة إن كان هناك رشح وإفرازات تخرج من هذا المريض، وإن كان هناك ضرورة للتعامل اللصيق معه لابد من لبس كمامة، إضافة إلى غسل اليدين وتطهيرها بمادة معقمة. وبالنسبة للأشخاص المصابين بهذه الأعراض لابد أن يتحمل جزء من هذه المسؤولية وأن يتجنب الخروج إلى الأماكن العامة أو إلى المساجد أو إلى المدارس أو إلى عمله حتى لا يعدي الناس، إضافة إلى أنه إذا اضطر للخروج مثلا للذهاب إلى المستشفى لابد أن يضع كمامة على 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 وجهه حتى يمنع خروج الرذاذ إلى من هم حوله، وإذا عطس أو كح لابد أن يستخدم المنديل ويلقي بالمنديل مباشرة في النفايات. قرون استشعارك العلمية بتقول لك إيه يا دكتور طارق، يتحول إلى وباء لا قدر الله أم يحتوى؟ والله أنا أتوقع إن شاء الله أن يكون يعني الانتشار محدود كما حدث في السارس. السارس يعني كان هناك تخوف كبير من انتشارا كبيرا، ولكن عندما يعني أصيب 8000 شخص على مستوى العالم وهو رقم يعني محدود مقارنة بعدد الإجمالي في العالم، توقف الفيروس الحمد لله وانتهى. فأنا أتوقع لأن هذا الفيروس شبيه جدا بفيروس السارس، هو ليس يعني ليس طبق الأصل من هذا الفيروس ولكن يشبه شبها كبيرا حتى في ضراوته، لذلك أنا أتوقع أنه قد ينتشر انتشار محدود ويموت وينتهي بإذن الله تعالى. سعادة البروفيسور طارق أحمد مدني أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، يا سيدي لعل أفضل نبوءاتك تتحقق وما يحصلش فيه انتشار وبائي. إحنا مش ناقصين يا بروفيسور طارق، والله إحنا عندنا نحن العرب ما يكفينا من هموم وآلام، مش ناقصين كورونا. شكرا سعادة البروفيسور. نبض الشبكة بعد الفاصل. شريط المعلومات برعاية البنك الأهلي المتحد. موقع سي ام بي سي عربية بحلته الجديدة، معلومات شاملة، أسواق عالمية وآخر أخبار المال والأعمال بالصوت والصورة. وإن كنت بعيدا عن جهاز التلفزيون يمكنك الآن متابعة بثنا الحي عبر موقعنا الإلكتروني cnbcarabiya.com. لأعمال موقع واحد. أية معايير تحدد الأفضل؟ الالتزام، العمق، الجرأة، الثقة، المصداقية. في سي ام بي سي عربية نؤمن بالفرق بين أن تكون جيدا أو أن تكون الأفضل. تغطية موضوعية لأبرز الأحداث الاقتصادية المؤثرة، تحليلات في العمق لحركة الأسهم العربية والعالمية، جرأة في طرح وجهات النظر المتباينة. سي ام بي سي عربية، مصداقيتها أهل لثقتك. أنا أعتقد أن شركات الاتصالات راح تتحصر رعايتها فقط على يمكن على التيشيرتات فقط. وفي عدة شركات بدون ذكر اسم الآن تشوفهم صاروا يعملون دعايات في المباريات، فأتوقع هذول حيدخلون للسوق. إعانة احتراف ما زلنا ما استلمناها، عندنا نقل تلفزيوني ما استلمناه، كل هذه ما استلمناها. لو الأندية ممثلين الأندية يتحدون مع بعض راح يحصلون على أعلى الأرقام اللي نطالب فيها. بموضوعية مع راشد الفوزان على شاشة سي ام بي سي عربية. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. ما
نبدأ بتغريدة لمحمد فاضل. أنا مش عارف هو نفسه محمد فاضل المخرج العظيم ولا تشابه أسماء، لكن التغريدة ممتازة. فيها: مفيش تفرقة في مصر، مصر فيها أعلى نسبة تحرش بالسيدات وأعلى نسبة خطف للرجال، والحمد لله. حكاية خطف الرجال دي تذكرنا بالفيديو الذي سنشاهده الآن، وفي جماعة خطفت 7 من الجنود المصريين، ربطت إيديهم وغمت عينيهم وقالوا لهم كل واحد يقول اسمه ورتبته، ويطالبوا الرئيس مرسي بأن ينصت لطلبات الخاطفين كي يطلق سراحهم. الأسد اللي اسمه الجيش المصري، الأسد المخيف، فقد هيبته فيما يبدو. يوتيوب: اسم المجندي المجند مصطفى مسلوب حامد عالش، بقطاع الأحراش، سينا، السن 20 سنة. مجند أحمد محمد أبو الحميد، منفذ رفح، السن 20 سنة. جندي أحمد عبد البديع عبد الواحد، منفذ رفح البري، 20 سنة. أحمد أسامة فتحي، منزل رفح. عريف مطاع إبراهيم صبح إبراهيم الفوق الأول، حرس حدود، 20 سنة. جندي مجند إسلام إبراهيم عباس، 21 سنة، بقطاع الأحراش، كتيبة الثانية، شمال سينا. جندي مجند كريم الحسين إبراهيم علي، 20 سنة، شرطة أمن مواني رفح البري. مطالب الإخوة يا ريس إنك تفرج عن المعتقلين السياسيين اللي من أهل سينا، ونرجوك يا ريس بأقصى سرعة إنك تفرج عن المعتقلين السياسيين من أهل سينا بأقصى سرعة، لأننا ما عدناش مستحملين أي تعذيب. وعلى رأسهم الشيخ حماد أبو شيطة بأقصى سرعة يا ريس. ولو إحنا يا ريس غاليين عندك زي الجندي جلعاد شليت ما هو غالي عند إسرائيل، وفك تم فك أسر 1000 فلسطيني أمام جندي واحد يا ريس، إحنا 7 جنود مصريين. زمان كده من عدة شهور بعد العملية التي قتل فيها جنود مصريون، لم يخطفوا لكن قتلوا في عملية قام بها متشددون يقال إن هم جايين من قطاع غزة، أطلق الرئيس المصري محمد مرسي عملية اسمها العملية نسر، وقال أنا شخصيا النسر ده أنا اللي هقودها بنفسي. هي دي نتائج العملية نسر. أحمد فؤاد نجم: مصر حاليا منقسمة إلى 4، الله يرحمهم والله يشفيهم والله يكون في عونهم والله ياخدهم. منال: سوريا بحاجة إلى حب، أقسم بكل غال وحقيقي، سوريا بحاجة إلى حب وليس إلى منابر ومؤتمرات ومجازر وزيادة أسلحة. محمد: معظم الفضائيات والصحف العربية ترفض توظيف إعلاميين مهنيين لهم رأيهم السياسي المستقل، لا توظف إلا مرتزقة يحسنون قول آمين لأجندة المالك وحزب المالك. المصري اليوم: روبي دي عشيقة سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق، بتقول اعتاد بيرلسكوني إحضار راقصات يرتدين ملابس أوباما في حفلاته الماجنة. وأنا ما فهمتش الحكاية دي، هي ملابس أوباما؟ أوباما بيلبس بدلة، يعني الظاهر هم بيقولوا البرلسكوني إحنا لابسين ملابس أوباما وهو بيصدق لأنه بيكون شارب ولا حاجة. طبعا هو ما يقدرش يرفع عليه قضية برلسكوني، دي أخف حاجة ممكن تتقال عنه. نديم: إحصائية الواشنطن بوست عن أكثر الدول عنصرية في العالم، مصر بلا فخر تتصدر الترتيب الثاني، وكل الدول في قاع الترتيب يعني في صدارة ترتيب العنصرية من العالم الثالث. الكويت تقرر صرف رواتب لكل رب بيت، نتيجة لذلك عالم شرعي سعودي يطالب مجلس الشورى السعودي ببحث منح ربات المنازل في المملكة العربية السعودية راتبا. يستاهلوا والله، ليه لا؟ هي مش بتتعب في البيت ده بشرط انها ما تكونش عندها خدامة تاخد بالها من العيال وخدامة للتنظيف وطباخ وجنايني وسواق. طبعا سواق مش ممكن تسوق، يعني لما تكون هي بتقوم بكل الادوار دي يحق لها راتب
من الحكومة السعودية من الدولة السعودية، لكن لو عندها كل الناس دول بيخدموها هم اللي يحتاجوا معونة. والله سين، الذل هو أن تظل الشعوب العربية أكثر من 50 سنة تدعو الله لتحرير فلسطين في المساجد، بينما نفس الشعوب تعجز عن تغيير رئيس قسم في البلدية. لما الزهراني، الذل هو أن تكون امرأة ناضجة مثقفة معلمة أجيال تستجدي سائق غريب من أجل أن يمن عليها بقضاء مشاويرها. ما هي ما ينفعش تسوق. محمد، البطلة السعودية رها محرج التي ارتقت قمة إيفرست هي المثل الأعلى للفتيات العربيات اللواتي لا تكفيهن المساواة مع الرجال ولا يقنعن إلا بالتفوق على الرجال. الست رها دي هي أول فتاة سعودية تتسلق جبل قمة إيفرست. كلام صحيح والله. عبد الرحمن الناصري، دفعت تركيا بالأمس آخر ديونها لصندوق النقد. تركيا دفعت آخر ديونها لصندوق النقد. أردوغان اليوم في واشنطن، عبد الله جول في الريحانية، داود أوغلو يدور كالنحلة. تركيا دولة تستحق الزعامة، مش دولة زي البطة العجوز نايمة وجنودها بيتخطفوا. آخر واحدة بقى، في السوبر ماركت يمكنك الاختيار بين الكوكاكولا والبيبسي كولا، انت حر. طب فاضل اتنين يا سلمان، ما نقولهم وخلاص. واحدة كمان، الفقراء المتطلعون هم الذين يخلصون المحلات الغالية من بضاعتها البائرة. منطق برضو. آخر واحدة، إجمالي الدخل القطري في 2011 كان أقل من 174 مليار دولار، هو تقريبا نفس دخل بيرو ونصف دخل تشيلي وربع دخل سويسرا. قطر لا تستطيع شراء العالم. آخر يوتيوب، الوقت خلص صح؟ خلي اليوتيوب ده لبكرة. صباح الخير.